محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيس مزيان صخرة مغربية بالميرانا ميروجانا ميراشا ميلونا سب دل جان لونا دیوانا دل ہے مغربية مزيان بزيف محمد سيس مزيان دل چوران لا لگانا سيدنا محمد رسول الله جرجف سرين توبا خادم رسول الله جرام ياري سنفل باك دوين لموائي صخرة مغربية محمد سيس مزيان رشيد عياد المدير العام لشركة العين المتخصصة في تنظيم المهرجانات واللقاءات الفكرية والأدبية والرياضية. الحمد لله اليوم كنتواجد في مدينة العرائش اللي هي مدينة متميزة في مهرجان متميز اللي كيوصل للدورة السادسة مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث. هذا المهرجان اللي كتنظمو جمعية عبد الصمد الكلفاوي اللي كيشرف شركة العين انها تتكامل معاه باش تعطي واحد المهرجان اللي يعمل على ابراز التراث اللامادي للمنطقه وللجهه وللمملكه المغربيه الشريفه. هذا العام متميز بحضور ضيف عزيز على المغاربه كاملين، ضيف اقاليم الجنوبيه الصحراء المغربيه، تثبيتا للثوابت الوطنيه وترسيخا للارض المغربيه الاصيله في مغربها الاصيل. علاوة على وجود دولة قطر التي هي صديقة زميلة للمهرجان منذ عدة دورات. هذا العام الحمد لله تميز بوجود فرق تراثية ندوات فكرية على المستوى الوطني والمحاضرين على المستوى الدولي، وكذلك تميزت بتكريم مغاربة متميزين في الخارج من امثال عثمان البخميسي، ايوب الدويبي، جمعيه الجيل الجديد من بلجيكا، مغاربه تميزوا في بير المهجر وجابوا التجربه ديالهم باش يلقنوها للشباب المغاربه. كنتمنوا من الله لهذه الجمعيه الفتيه اللي هي جمعيه عبد الصمد الكلفاوي تزيد في هذا العمل المتميز ويزيد ذاك الاشعاع ديالها على المستوى المدينه وعلى مستوى الجهه وعلى المستوى الوطني. نتمنوا الله هذا المهرجان يكون إضافة قيمة لجهة الشمال جهة طنجة تطوان الحسيمة. شكرا لكم. شكرا لكم. يا شاعر طبا اهدعها عدى كوني يا اتتقيت قدام الناس تتسمعها وانا كاري قلت تمشات تكبير اني موت الصيام كنت زي نوا اسلم كتاب تعدى هالو شهور اشراف ماني مصلى تطبير الناس يقول الناس لله الناس طلعوا كهل يا شريف
لك شريك يا شريك اسمك شريك يا قصه الدين يا محمد يا شيخ الرجال يا المريض يا شيخ الرجال ارجل احنا Da 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 da